أبوابها لطلابها فسكنت في قلوبهم. وعلى الرغم من أن المدرسة لم تنهي عامها الدراسي الأول، إلا أن الطلاب قد ارتبطوا بها ارتباطا وثيقا، فمدرسة البصيرة لم تعد مجرد مدرسة لهؤلاء الطلاب، بل أصبح كل طالب يشعر وكأنه في بيته الثاني، بل أكثر من ذلك، فأنت هنا في مدرسة البصيرة الدولية لن تجد لك صديقا من بلدك فحسب، بل إنك ستجد نفسك وبشكل تلقائي تكون صداقات مع مجموعة كبيرة من الطلاب من بلدان مختلفة حول العالم. وكذلك فإن معلمي المدرسة جاءوا من عدة بلدان مختلفة، ويتحدث معظمهم باللغتين العربية والإنجليزية، وهذا الشيء من شأنه أن يطور مهاراتك في التحدث بتلك اللغتين. Regarding the curriculum of Basira International School, since the school is the aim of the school is to provide Arabic language and English, so we can see that they are using in for the scientific, mathematics and science and computer ICT, they are using English curriculum, and for Arabic and Quran and Islamic studies and Islamic civilization, they are using Arabic language. اعتمدت إدارة المدرسة في اختيار المناهج الدراسية على عدة معايير عالمية، حيث وضعتها في أولوياتها، خصوصا وأن تلك المناهج سوف تحدد الطريق الذي ستسير عليه المدرسة في الأعوام القادمة. المناهج الدراسية للمدرسة عندما تم اختيارها تم على أساس البحث على أفضل منهج انترناشنال ممكن أن نتعامل معه، وخصوصا في ماليزيا. فوجدنا افضل منهج ممكن يكون مقبول من الوزاره هو منهج كامبريدج البريطاني. The whole books from UK where we adopt the Cambridge syllabus. So we found that these books are some of them they are weaker, they are not providing more information or high level of learning. This is why we think about to change them, so maybe we can change them using the Singaporean books in next year. And the other side is the other side we have the Arabic language, and for Arabic language also at the first we use the Egyptian, and now I think they are using from Qatar, where the teacher said that they are the only problem they have for the non-native, because the school we have a native Arabic and non-native Arabic, we want to provide for all of them suitable for them, so we are looking for a suitable book for them. حقيقة المناهج الدراسية تم اختيارها أساليب علمية مع مناهج كامبريدج وأكسفورد المبدئية تم اتباعها لغرض رفع المستوى التعليمي للطلاب، وتقديري الشخصي أنه إن شاء الله غالباً اختيار مناهج موفق. بالنسبة للمنهج الذي تم اختياره في تدريس طلابي من صف رابع إلى صف تاسع منهج قطري، وهو منهج مناسب جداً لطلاب الناطقين باللغة العربية، لكونه يشتمل على مفردات لغوية تناسب كل مستوى على حدة، ولكونه يكسب الطلاب قدرة على الكتابة والتحدث عن طريق الإملاء ودروس القراءة والتعبير وأيضا قصص الاستماع،
ويساعدهم أيضا على تذوق أساليب اللغة العربية وجمالها عن طريق النصوص، بل يربطهم بتعاليم الإسلام وآدابه في كثير من الدروس. فصراحة المنهج موفق إن شاء الله، وجزا الله خيرا القائمين عليه الذين قاموا بتأليفه وضبطه وتصنيفه وطبعه. وعلى ما يبدو أن اختيار المناهج كان خيارا موفقا، فالطلاب كذلك يشعرون بالرضا عن هذه المناهج. أردنا التحدث عن المناهج التي درسها في المدرسة، فهي جيدة لا بأس بها، تنمي المواهب والمهارات عند الطلاب وتشجعهم على التعليم. The curriculum is good, like math and English. I like that, but history is a little bit complicating. But at least I can get more harder knowledge and to proceed to my future. So it will be easy, inshallah. The curriculum level is okay. Math, science, geography, history, all the subjects are all right for me. Alhamdulillah, I have no problems. وتهتم إدارة المدرسة كثيرا بالتواصل مع أولياء الأمور لتتيح لهم الفرصة لمتابعة أداء أبنائهم في المدرسة من شتى النواحي وبعدة وسائل، حيث أن هناك متابعة مستمرة عن طريق الاتصال الهاتفي مع أولياء الأمور، والمتابعة والتقييم المستمرين عبر التواصل عن طريق البريد الإلكتروني للمدرسة. وكذلك فإن المدرسة تقوم بتنظيم اجتماعات دورية لأولياء الأمور. بالنسبة للمدرسة هي بشكل عام ممتازة جدا، عندها إمكانيات ممتازة من ناحية المدرسين، كلهم أكفاء. يعني من خلال متابعتي أنا لبناتي، عندي طفلتين بالمدرسة، هم ممتازين، في متابعة، في منهجية بالأداء، في طاقم جيد. كمان المدرسة بشكل عام كونها أول انطلاقة إلها السنة، هاي السنة الأولى إلها، يعني أنا شايف من الناحية التنظيمية والإدارية ممتازة، فيه اهتمام بالطلبة. حرصت إدارة المدرسة على فتح قنوات متعددة للتواصل بين الأولياء والأمور وبين إدارة المدرسة، حرصاً على مستوى الطلاب، من ضمنها طبعاً الأطفال الصغار، دفتر المتابعة اليومية يسمى دايري بوك، فيه ملاحظات كل أستاذ لكل درس، وفي الأسفل ملاحظات ولي الأمر. في هناك أيضا الزيارات الفصلية في نهاية كل فصل أو ما في كل شهر أثناء الفصل. طبعا أي طالب يتغيب عن المدرسة تتصل بإدارة المدرسة بولي الأمر مباشرة. Regarding the relationship of the parents, actually we can see that most of the parents come to school and ask about the children, and also the school itself, they made a meeting with between the teachers and the parents, and the parents came and listened to the teacher. And I think by the end, the coming months, we have a meeting also with the parents in order to discuss with them the progress for their children. هناك أولياء أمور يتابعون أبنائهم باستمرار، وقد لمسنا ذلك من خلال الاتصال للمعلم ومن خلال أخبار الطلاب أيضا، وأيضا متابعة كراسات أبنائهم. وهناك أولياء أمور لم نلمس منهم متابعة إلا وقت الاختبارات، فنرجو من هؤلاء أن يتابعوا أبنائهم باستمرار. ونشكر كثيرا كل أب وكل أم استشعر بمسؤوليته تجاه ابنه، فقام بمتابعته في أخلاقه وفي سلوكه وفي دروسه وفي معاملاته، ونأمل أن يكون هذا المنهج دأب كل أب وأم إن شاء الله. ويتم تقييم طلاب المدرسة على عدة أسس، من أهمها التحصيل الدراسي والالتزام السلوكي وآداء الواجبات المدرسية والمشاركة في الأنشطة اليومية داخل وخارج الصف. تقييمنا للطلبة للفصل الأول من هذه السنة الدراسية كان مستوى جيد وفوق الجيد، وإن كان هناك لبعض الطلبة هناك ضعف في موضوع اللغة، إن شاء الله هذه نقطة يعني أعطيناها أهمية بأنه نحاول أن
نجعل الطلبة يتجاوزون نقاط الضعف وخصوصا في اللغة الإنجليزية. تقييم الطلاب في هذه المدرسة إذا استخدم فيها أساليب تقليدية وهي تقييم الشهري وتقييم اليومي والاختبارات ومشاريع، لكن نحن هنا أيضا لدينا أساليب أخرى لتقييم مستوى الطالب السلوكي والأخلاقي، نشاطات التفاعلية الغير الدراسية، وهي أيضا تكون طريقة أساسية للحصول على الصورة الحقيقية لمستوى ذلك الطالب. Regarding the evaluation and the examining the school, we are adopting a continuous assessment, and at the end of each semester we have a final exam. In the continuous assessment, monthly exam for the student, and including quiz and activities and homework, all this one will be evaluated according to the school system and grades. هناك معايير متفق عليها وهي مشاركة الطالب مع معلمه والانضباط والسلوك وكتابة الواجبات والعلامة التي يحصل عليها الطالب أو الطالبة في الاختبارات الشهرية والاختبارات الفصلية. You should have your own points after preparing your slides. You should rehearse it at home. You should pick up new and difficult words. Look them up in the dictionary, not only the meaning but also the pronunciation of the words. See, make your audience feel that this is your work. This is not from an internet site. Everybody can read it, you can see it, yeah. Every one of us. We will find no difficulty that this is just copy paste. وتحرص إدارة المدرسة على غرس وتعزيز قيم الدين الإسلامي في نفوس الطلاب، حيث تم تخصيص حصة في بداية كل يوم دراسي بهدف تحفيظ القرآن الكريم ودراسة أحكامه وتعاليمه. I'm most happy because the teachers guide them. Not just the focus is not just academic achievement, how they do in the test, but they teach them, you know, how to be good Muslims. This is the most important. Al-Basira School, your school, our school, Islamic school. It's very important to be concerned how this Al-Basira will become successful one day. كمدرسة انترناشونال فيها بيئة تجمع بين البيئة العربية والبيئة الإسلامية، هذا ممتاز. احنا كأولياء أمور هذا بهمنا، يعني من الناحية المنهجية بشكل عام. وتسعى المدرسة دائما لإبعاد طلابها عن حالة الملل الاعتيادية التي تصاحب اليوم الدراسي، فتوفر لهم مجموعة كبيرة من الأنشطة الرياضية والدينية والعلمية والثقافية.
The best one I can say is really football. I really like football. The school provided a nice futsal field, so we can play inside it. And also ping pong, they put inside air corns, everything, fans, everything. It's really nice. أهم الأنشطة التي توفرها على المدرسة هي النشاطات في كل أسبوع. تقسم المدرسة النشاطات إلى عدة نوادي، نادي للرسم للرياضة، فكل طالب يدخل النادي الذي يحبه ويفضله، يقوم بعدة رحلات في الترم الدراسي. Yeah, football is one of the most important activities, and ping pong also. We have a nice football field here and a nice ping pong tables in the room, and everything is open. الإدارة وفرت لنا أنشطة يعني كرة القدم وتنس طاولة ونشاطات ثانية كاللغة العربية، لأن يعني عندنا في المدرسة غير الناطقين يعلمون اللغة العربية، فيقدر يعني أن يحلوا في الاختبار العربي. ما زال العام الدراسي لم ينتهي، وعلى الرغم من أن المدرسة وليدة هذا العام، إلا أن الجميع يشعرون بالرضا عن أدائها، سواء كانت إدارة المدرسة أو المدرسين أو الطلاب وأولياء أمورهم. فالمدرسة استطاعت تحقيق أهدافها التي تمثلت في إعداد بيئة محفزة لطلابها عبر اختيار مناهج دراسية عالمية، وكذلك اختيار المعلمين الذي تم وفق معايير عالية، حيث حرصوا على أن تقوم بنية المدرسة على أسس قوية، فجميع المعلمين ذوي خبرات كبيرة في مجال التدريس. ولم يتركز حرص المدرسة على الجانب الدراسي فحسب، بل إنها وفرت كل وسائل الراحة من مرافق رياضية وأنشطة يومية لتشجع الطالب على الدراسة وتشجعه على تحقيق أعلى مستويات التفوق الدراسي. وبما أنه عامها الأول وحرصا من الجميع على تطوير مستوى المدرسة، كانت هناك العديد من الاقتراحات التي تقدم بها طلاب المدرسة. شأن النظام الدراسي هو مناسب جدا، لكن من اقتراحاتي أن يتم تقديمه بساعة، حيث يبدأ الساعة 7 وينتهي الساعة 2. The time of the school is okay for me, but there's only one problem is that the school after Zohar prayer we should have one class only because the students are tired, maybe they can't focus in class. المدة الدراسية تنتهي حتى الساعة 3. أنا راضي عن هذا الوقت، لكن بعض الطلاب لسه راضين يريدون أن يعني الساعة الواحدة أو الثانية. It's better to make the school end after صلاة الظهر. The playground to develop the playground we need to add swings, maybe swings and monkey bar for the children to play more and make it good. أقترح من الإدارة أن تطور ملعب يعني وضع غطاء فوق الملعب من الشمس، ويعني تضع مرامي وعشب في كل ناحية الملعب. I think they should put beside the cement they should put a goal like the cement is not football. They can put a carpet glass like for futsal, half of the field, one for the women's and one for the men. And we should put the line for the goals and the offsides and the distance. Okay. And the cover. Also. The school canteen is all right, just that there need to be more food, like they need to sell more stuffs, international food, not only Arab, because this school is international. So, yeah. بعض الطلاب ما هم راضين بالأكل، فيجيبوا أكل من بيوت. My name is Bashir Ahmed. I'm from Afghanistan. I'm 14 years old. I'm grade 9. My name is Mustafa Sano. I'm from Ghana. I'm in grade 8.
اسمي سيد وليد علوي من السعودية، عمري 13 سنة، صف الثاني إعدادي.